كل من سجل في صحتي وطلع اسمه بيجي وبياخذ التلقيح وعلى مستوى عالي وراقي. هو طبعا اللي يستطيع ويأتي له الدور ويأخذ اللقاح طبعا مفضل أن يأخذ اللقاح، ولكن تأكد أنه أداء العمرة يتم من خلال إجراءات احترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة. هناك تباعد، هناك تعقيم، هناك تحديد للسن. حقيقة إن شاء الله العمرة آمنة، والمملكة العربية السعودية حريصة حقيقة. هناك تعقيم للمسجد الحرام، هناك تعقيم للممرات لأماكن الصلاة، ولا يسمح لأحد حقيقة أن يسير داخل الحرم بدون الكمامة.